مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، نقدمها لكم من قناة رشاد وتشاهدون فيها: الاتحاد الوطني للمحامين يهدد بالنزول للشارع في حالة مصادقة البرلمان على قانون المهنة المعروض من طرف وزارة العدل. التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين ترهن عودتها للإضراب بنتائج لقائها مع وزير التربية. وتشاهدون في النشرة أيضا مثول 9 شبان من بلدية الغروس بولاية بسكرة غدا أمام المحكمة لتنديدهم بنهب العقار من طرف مسؤولين كبار في الدولة. وأخيرا، احتجاجات ومحاولات للانتحار في بلدية دار الشيوخ بولاية الجلفة إثر نشر قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي التي انتظرها السكان منذ 12 سنة. إلى التفاصيل. لوح الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بخيار النزول للشارع والاحتجاج لثني وزارة العدل عن المضي في إجراءات المصادقة على مشروع قانون مهنة المحاماة الذي أعدته هذه الأخيرة وتستعد لعرضه على البرلمان خلال الدورة الخريفية الجارية. ومن المنتظر أن يلتقي اتحاد المحامين يوم 17 و18 من الشهر الحالي في جمعية استثنائية بهدف وضع تعديلات على بعض المواد التي أثارت امتعاض هذه الفئة ثم رفعها لوزارة العدل التي تشير بعض المصادر بأنها متمسكة بتمرير القانون وانتزاع المصادقة عليه من دون مراعاة التعديلات التي تطالب بها هذه الفئة. رهنت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين قرارها بالعودة للإضرابات بالنتائج التي سيتمخض عنها لقاء مسؤوليها بوزير التربية ومدى مستوى تعاطي هذا الأخير مع لائحة المطالب المهنية والاجتماعية التي ترفعها التنسيقية والتي استنفرت قواعدها تحسبا للمستجدات المصفر عنها في هذا اللقاء المرتقب مع المسؤول الأول عن قطاع التربية الذي سبق وأن منحته التنسيقية مهلة من أجل التجاوب مع مطالبها، وهذا عبر تعليقها للإضراب الوطني الذي كان من المقرر أن تنفذه بداية من يوم 9 من شهر سبتمبر المنصرم. من المتوقع أن تنظر المحكمة الابتدائية بولاية بسكرة يوم غد الأحد في تهمتي التجمهر غير المسلح وتحطيم ملك الغير اللتين وجهتهما النيابة ل9 شبان من بينهم قاصر ومعاق، وهذا على خلفية قيام سكان بلدية الغروس بولاية بسكرة باحتجاجات سلمية منذ مدة تنديدا بعمليات النهب المنظم والمتفق عليه الذي تعرضت له آلاف الهكتارات العقارية على مستوى محيطي الرحيات ووادي الغروس في هذه البلدية، وهذا على أيدي عدد من كبار المسؤولين في الدولة. أولا السلام عليكم. بمناسبة شهر التضحيات غدا تكون محاكمة 10 أشخاص في محكمة طولقة بتهمتي التجمهر غير المسلح والتخريب العمدي لأملاك الغير. هذه جراء أحداث 20 ديسمبر 2011. اولا هذو الاشخاص هذو تهمتهم يعني الذنب الواحد يساهم انهم طالبوا بعمليه اشغال توزيع عمليه اشغال الاراضي بمحيط واد الغروس ومحيط الرحيات المتواجده ببلديه غروس وولايه بسكر. هذه الاراضي القضيه تاعها تعود ل 2007 حيث قام رئيس البلديه بتوزيع هذه الاراضي المقدرة بألف هكتار على أشخاص يعني من بينهم رجال أعمال وأصحاب نفوذ ما يستحقوش أنهم يدوا هذه الأرض. كاين مثلا أخ الوزير السابق اللي هو سعيد بركات، هذا مستفيد من عملية الأراضي. الأراضي متواجدة بمحاذاة الطريق الوطني 46 بلدية غروس، إيه بتفوز على أشخاص غير مستحقيها، يعني مو مستلاها الحبس، وأصحاب المنطقة أقصاهم من هذه القضية. إحنا الذنب تاعنا كي طالبنا يعني بالدفاع عن هذه الأراضي، يعني في آخر المطاف داروا لنا لصقوا لنا تهم باللي رانا خربنا، رانا اعتدينا على الدولة، وراهم يحاكموا فينا غدوة، يعني ما ارتكبناهاش. هذه بالنسبه لهذه الاراضي هذه ماهيش تاع فلاحه، تاع بني وزاد بالطريق الوطني 46 حبوا يستغلوا هذه اصحاب النفوذ يعني بمؤامره منهم
ده يبيعوها يعني عقار، يبنوها يبيعوها عقار. هذه هي المشكلة يعني الوحيدة. أولا إحنا يا أول شيء بدينا نطالبوا يعني كل شيء بالقانون، رسلنا السلطات المعنية من رئيس بلدية، رئيس دائرة، للوالي، حتى وزير الفلاحة، رسلنا بهذا الموضوع. يعني صدرت يعني العديد من العناوين في الصحف بهذا في هذا المجال. وفي آخر لحظة بغاو يساومونا. عيطنا رئيس فرقة الدرك الوطني وبالكلام الواحد بالحرف الواحد قال لي هذه الارض هذه راكم تدافعوا عليها راهي مدينه جماعه كبار عليكم هيهات هيهات انها زيد تولي ولكن راه يقول لكم الوالي الشيء اللي حابينه قولوا لي عليه قلنا له واش كاين قال لنا نعطيكم 300 هكتار يعني وتخصموا هذه القضيه طول مش تحكوا عليها وحنا كي رفضنا هذه القضيه داروا لنا واحد التهمه يعني كانت مفبركه بين شخص اسمه صالح بركات ورئيس هذا النائب فرقة الدرك الوطني اللي اسمه صالح اللي اسمه للأسف نتذكرش الاسم تاعو النائب هذا واش قال لنا؟ قال لنا كي ما حبيتوش كي منهضبة راكم تخلصوها قالية بعد هذا اللفظ وفي الأخر طول درنا يعني تجمهر ودرنا يعني أمارات المنهضبة واستدعوا قوات يعني التدخل السريع وصارت يعني أحداث شغب وفي التالي طول بداو اشخاص ما عندهمش علاقه بالقضيه بتاتا منهم حاجي عزيز هذا في كان راح يقرا كان راح يجوز الباص كاين شواط رشيد هذا انسان مريض كاين كرد يوسف هذا معار كاين جغاطي مراد هذا لا علاقه امير نعار امير نجيب معمر صلاح سيد السعيد الغيث فتح الله هذو يعني الذنب تاعهم قلت لك طالبوا قضيه افشال عمليه توزيع الاراضي لا اكثر لا اقل يعني قضيه عادله واي شخص اي شخص يجي يطلع على الملفات يلقاها انها بنيت على باطل. في القانون تاع البلديات الماده 14 الصادره في الجريده الرسميه عدد 37 يمكن لكل شخص الاطلاع على مستخرجات ومداولات المجلس الشعبي البلدي وكذا القرارات البلديه ويمكن لكل شخص ذو مصلحه الحصول على نسخه منها كامله او جزئي على نفقته مع مراعاة أحكام المادة 56 أنا شخصيا طالب رئيس البلدية يعني نسخة من محضر مداولات نشوف هذه الأشخاص ما حبش يوريهن يعني ورفضنا الأمر طول وفي التالي طول درنا اجتماع مع رئيس البلدية ومع الوالي ومع المصالح الفلاحية ورئيس كاتب الدرك الوطني وأعضاء المجلس الولائي وبمجموعة من المواطنين فوق 150 يعني الطلب تاعنا زوج حوايج الشفافيه في التحقيق ومشاركه الممثلين عنا التوقيف المؤقت للاشغال تاع المحيطين هذه ومن بعد نتابعوا الامور القانونيه ولكن في الاخير رفضوا لنا القرارات الكل وفوتونا يعني المحكمه وهذا هو الامر يعني اللي ما رضيناش به يعني تعيننا اننا محظورين هذه هي يعني طلبنا بعمليه استئناف توزيع الاراضي التالي طول قابلونا بالحبس والله انك تسكت وخلاص هذه متاكد باللي راني في قضيه عادله ولكن ما يمنعش انني نقدم نداء لاي شخص عنده يعني روح يعني الحريه يعني بيذوق طعم الحريه انه غدوه يجي هذا يساندنا ويدير معنا اللي دار رب العالمين غدا على في محكمه طولقه على الساعه 9 صباحا في القاعه رقم 1 يكون هذول الاشخاص راح يحاكمهم يعني تهم باطله. فجرت عملية توزيع 279 سكنا اجتماعيا مؤخرا التي ظل ينتظرها سكان بلدية دار شيوخ بولاية الجلفة طيلة 12 سنة الماضية فجرت سخطا واسعا في أوساط هؤلاء بسبب ما حملته القائمة الإسمية للمستفيدين من تجاوزات وخروقات حيث تبين حسب المحتجين بأن العديد من المستفيدين من هذه الحصة لا تتوفر فيهم الشروط القانونية ضف إلى ذلك أن العديد منهم سبق له أن تحصل على سكنات في إطار برامج إسكان أخرى مثل البناءات الريفية والتطورية هذا وقد اعتصم المئات من المحتجين أمام مقر الدائرة لمطالبة رئيسها الذي يعتبر المسؤول الأول عن لجنة توزيع السكنات مطالبته بإعادة النظر في هذه القائمة المشبوهة فيما هم 4 من المحتجين بالانتحار حرقا بالبنزين داخل مقر الدائرة لولا تدخل المواطنين لمنعهم من ذلك
ونذكر بمرور 113 يوما على عملية اختطاف المدون الشاب صابر سعيدي من أمام منزله على أيدي عناصر من المخابرات الجزائرية، ثم حبسه بسجن الحراش وبقائه فيه من دون محاكمة إلى يومنا هذا. كما نلفت عناية مشاهدينا الكرام أنه يمكن لهم التواصل معنا على العنوانين التاليين: الإيميل info@rashad.tv بالإضافة إلى صفحة النشر على الفيسبوك، أين نستقبل اقتراحاتكم الجادة ومشاركاتكم الفعالة ودعمكم الحيوي الذي يساهم في استمرار قناة رشاد. كما يمكنكم إرسال مختلف الصور والفيديوهات عن الأحداث من حولكم كي نوثق معا بالصوت والصورة ما يسعى النظام لحجبه بالقمع والتعتيم، لنجعل معا من المواطن مراسلا من أجل الحقيقة. إلى هنا ينتهي موعد الإخبار معكم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.